مكان كده ماشي، مكان كده ماشي. في الحقيقة في يوم الساعة 6 إلا ربع كده الصبح، بصيت لقيت القوات المسلحة باحتين لي مسج برجاء المحافظة على النظام. أنا فتحت الرسالة كده قلت يا خبرك يا متوسط، مين يا ربي اللي يحب مصر أكتر مني؟ مين في إيه؟ وقلقت قوي. الساعة 6 اتصلت الأولاد في بيوتهم، في جاتكم مسج بالحمارة دي؟ قالوا لا يا ماما ما تقلقيش، ده الناس يعني عادي، يعني ده هم بيعملوا حاجات كده. فبسرعة كده رحت كاتبة، قولوا للصغير قولوا للكبير، من الغفير ولا المشير، من الأدير قولوا للوزير، وطني ده حبه شيء كتير، الود ودي إني أطير، نعلي رايته ما يسألوش أبدا نظير، في كل فكر وكل متر من البداية حتى النهاية، يرجع أمامه هو الحكاية، ويعود سلامه كما البداية، فتحت عيني على أحلى آية، يلا اذكروها في كل حين، يا طيبين يا مؤمنين من كل ملة وكل دين، يلا اذكروها في كل حين، يا طيبين يا مؤمنين من كل ملة وكل دين.